ينضم إلينا الآن مدير المراكز الجماهيرية أسوار عكا لؤي فارس. أهلا بك أستاذ لؤي. لماذا الآن هذا النشاط بالمشاركة بين المدارس المؤسسات الأهلية البلدية في المدينة؟ مساء الخير لك وللجميع. إحنا بالمراكز الجماهيرية دائما بنفكر كيف ندور على حاجات للجمهور وكيف نقدر نساعد مجتمعنا. أربعة أيار يوم العالمي ضد التنمر. هيك كثفنا فعالياتنا وبرامجنا على هذا المشروع بالتعاون طبعا مع البلدية عكا ومع المؤسسات المدارس، كل المدارس، كل المؤسسات الشبابية والجماهيرية والتربية اللامنهجية بشكل أنه كل صف من صف أول لصف 12 مرق ورشات أو دورات أو محاضرات أو مسرحيات عن الموضوع، وحتى باقي المؤسسات اللي هي بعد الظهر ما مرقوا ورشات وفعاليات. يعني في عدة طلاب اللي مرقوا عدة ورشات على التنمر، على كيف إحنا ممكن نكون حصنين قبل التنمر، كيف ممكن نواجه إذا إحنا أنا بمشكلة، مين نشارك، مين بيقدر يساعدنا. أنه بنعرف التنمر أصعب إشي إن الواحد بنزوي على حاله وبنطوي وبعدش يحكي، هون لا، إنه تشجع أن يحكوا ونقويهن في حال صار معين هيك حالي، خصوصا وأن هذه الظاهرة لها ارتدادات ربما كبيرة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي والانكشاف اليومي واللحظي أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن دعني أسألك أستاذ لؤي، ما أهمية أيضا هذه الشراكة بين المدارس، بين المراكز الجماهيرية البلدية، المؤسسات الأهلية ليكون نشاط من هذا النوع؟ احنا بنآمن بالشراكة، ممكن احنا نعمل لحالنا بس ممكن تكون صغر بصغير بكثير من اللي عملناه. يعني تخيل المدارس كلها مرقت فعاليات وبرامج، مراكز جماهيرية والمؤسسات التربوية كمان مرقت، جندنا كمان مؤثرين، عملنا فيديوهات حتى ونشرناهم حتى شجعوا الناس ينضموا للحملة. مصالح عكية وصلنا عندها عن المحل، شرحنا عن المحلات عن الحملة، فدغري وافقوا أنه نلزق عند الملصقات أنه هني مع الحملة حتى نحاول نحوي يعني نحوط هاي الآفة يعني نهاجمها بكل الزوايا. يعني إذا الأهالي والمصالح والمعلمين والمعلمات والمؤسسات وكل شيء بيتحرك من المجتمع العربي العكي بعكا اشتغل وعلى هذا الموضوع ونحكى عليه. فهدفنا أن نفوت براس الكل وبالذات على رأس الطلاب أنه هاي الشغلة مجبورين نحاربها ونعطيهم أدوات كيف يحاربوها. الطلاب جزء أصيل بطبيعة الحال، لكن أستنبط من حديثك أيضا أنه كانت هناك ورشات أو محاضرات توعوية أيضا للأهل، والأهل أيضا هنا جزء أساسي ربما في العملية التربوية. صحيح، كان في ورشات وكمان وزعنا كتيبات، الورشات والكتيبات نشغل على موضوع أنه كيف إحنا ممكن ننتبه ابننا أو بنتنا عمره تنمر، كيف نحكي معاه ونتقرب إله وإيش لازم نسوي لوين نتوجه، لأنه هذا يعني أغلب مجتمعنا ما بعرف شو يسوي، في إشي اللي بيستحي، في إشي اللي بعرف شو يسوي، وهذا بزيد الخطورة فعلا. وأيضا أن يكون المختصون جزء من هذه العملية هو جزء أساسي. شكرا جزيلا لك مدير المراكز الجماهيرية أسوار عكا الأستاذ لؤي فارس.